لا تنعرايب مثل الضبال روحنا يا حي من ركب الخبايب اللي على الوعد التقنا يا حي من ركب الخبايب اللي على الوعد التقنا تجمعوا في القرايب كل بناموس تهنى مشاهدينا الكرام تواصلنا يتجدد والانطلاق من هنا من ميدان الوث بعاصمة الميادين انطلاقة موفقة انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى شوط الحادي عشر خصوص هذا الشوط الميدان الحقائق من مسافة 3 كيلومتر تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول لكي نتعرف من يسيطر منذ البداية مع المقدمة والمسار الأول هنا يتقدم في هذه اللحظات آتي هنا جفي سعيد بن محمد بن مبارك من يروان المنصوري ولكن من يغير على الصدارة مباشرة بهذا الحضور الممتاز ياتينا شاهين مصطيط من سعيد بن محمد الكتبي من يقدم لنا شاهين وتسلل على الصدارة مباشرة من مكلم عبد الله بن راشد بن محمد القراء النعيمي من يقدم لنا هذا الاسم لمكلم على الصدارة ثاني المراكز شاهين مصطيط بن سعيد بن محمد الكتبي وفي ثالث المراكز بدران عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري من يقدم لنا بدران مع ثالث المراكز رابع المراكز شاهين تعود الملكية مشاهدين الكرام لمحمود بن ناصر بن مرزوق الدرعي من يقدم هذا الاسم لشاهين مع ثالث المراكز وفي رابع المراكز يصل ويتقدم منذر يمعة بن عتيق بن يمعة الرميثي خامس المراكز الوصول والقدوم في هذه اللحظات ياتي مغادر سعيد بن سالم بن متعب من ميدان العفاري من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق المغادر مع المركز السادس وفي سابع المراكز ينطلق مجف سعيد بن محمد بن مبارك بن يروان المنصوري ثامن المراكز شمردل علي بن عيسى بن علي بن عبيد الكتبي وفي المركز التاسع يصل جفي مشاهدينا الكرام هنا تعود الملكية محمد بن صالح بن نصر العامري والقادم أحلى وصول من سيف العرب خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي هكذا النتيجة هكذا المسار هكذا الانطلاق تجمع على الصدارة من القعدان في هذا الشوط يا سلام البداية هلولة والمقدمة والصدارة ينطلق منذر منذر ويرافقه مكلف مكلف تعود الملكية لعبد الله بن راشد بن حمد القراعة النعيمي من يقدم لنا هذا الاسم لمكلف يا سلام ثاني المراكز ينطلق منذر يمعة بن عتيق بن يمعة الرميثي ولكن من الجانب الآخر يا يوسف الوصول من شايم ناصر بن سعيد بن راشد السعدي يا سلام يتقدم مباشرة والقادم والمنطلق بدران عبد الرحمن بن سلمان بن حمد المغير يا سلام ها هو التجمع من الندر القعدان الحجايق يا سلام مغادر سعيد بن سالم بن متعب برميدان العفاري في المقدمة يا سلام ستة من القعدان في موقع واحد الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير يا أخوان هناك البداية هناك الصدارة شاهين شاهين ما سلم الصدارة اشطيط بن سعيد بن محمد الكتبي ولكن شمردل علي بن سعيد بن علي بن عبيد الكتبي هناك أيضا مغادر سعيد بن سالم بن متعب العفاري وصلكم مزاح حمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي يا سلام بدأ ينطلق من اللي قادم من اللي وصل من اللي تقدم يا سلام أول إذاعة أول إذاعة أول إذاعة لشاهين جابر بن عبيد والصبار العامري ما يبنى الطاري يا سلام يا سلام يا شاهين يا سلام يا شاهين مع البداية الأولى مع الصدارة المنطلق من الجانب الآخر ينطلق نسناس محمد بن حمد بن سعيد الهاشمي والوصول القديم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات ينطلق ويأتي مشاهدين الكرام الشامي سهيل مطر الطير سهيل العامري ومن الجانب الآخر اللي صدناه الهواري صادق بالفعل ما يبنى الطاري يا سلام
يا ريعان ريعان تعود الملكية أحمد بن مطر بن سعيد بن حاذة هيلك تبي ولكن البداية هلولة شاهين شاهين سلام العين سلام سلام زاخر سلام سلام ضعبيت سلام واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار شاهين لجابر بن عبيد والصبار العامري سق الله دارك على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس في هذا الصباح لمالكم مشاهدي الكرام شاهين جابر بن عبيد والصبار العامري المركز الثاني المركز الثاني ريعان أحمد بن مطر بن سعيد بن حاذ الكتبي والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان نصيب الشامي سهيل بن مسلم الطير العامري المركز الرابع كان من نصيب مشاهدينا الكرام نسناس محمد بن سعيد هاشم بخمس المراكز اصبح من نصيب مزاح حمد بن سالم الدرعي 4:21 جزء من الثانيه تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام على هذا الفوز لمالك شاهين جابر بن عبيد الصبار العامري المركز الثاني حتى في أربع دقائق 22 جزء من الثانية ريعان أحمد بن مطر بن سعيد بن حاذ بن سعيد بن حاذ الكتبي المركز الثالث 4 دقائق 22 ثلاثة من الأجزاء تهانينا والناموس ووصل في ثالث المراكز كان من نصيب ثالث المراكز مشاهدينا الكرام الشامي سهيل بن مسلم الطير العامري تهانينا والناموس للجميع.